السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعتنا الأخبارية المستمرة بشأن العدوان على غزة. سنناقش هذا اليوم ارتكاب الاحتلال جرائم جديدة في غزة في الساعات الماضية تزامنا مع اقتحامات قام بها في الضفة الغربية، في وقت دعت محكمة العدل الدولية الاحتلال إلى تنفيذ قراراتها الصادرة في 26 من الشهر الماضي والالتزام باتفاقية منع الإبادة الجماعية. سيكون معنا مشاهدينا الكرام عبر الهاتف من الناصرة الكاتب والصحفي الفلسطيني خالد خليفة، وعبر الهاتف من الضفة الغربية الصحفي الفلسطيني جهاد بركات، كذلك من اسطنبول مدير المرصد الفلسطيني لحقوق الإنسان عبد اللطيف خضر. مرحبا بكم جميعا، ومشاهدينا الكرام نبدأ بعد فاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة الخاصة ضمن سلسلة متابعتنا الإخبارية المستمرة بشأن العدوان على غزة. لو أبدأ من سيد عبد اللطيف خضر مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في إسطنبول، مرحبا بك أستاذ عبد اللطيف. حياكم الله أستاذ. حياكم الله. محكمة العدل الدولية تطالب سلطات الاحتلال بالتقيد العاجل بقراراتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية بما فيها ضمان أمن الفلسطينيين في غزة ولا سيما رفح. ما تفسيرك لهذا التصريح في هذا التوقيت؟ نعم، يعني بداية هذا التصريح الذي صدر عن محكمة العدل الدولية هو في سياق المهلة التي منحتها المحكمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي منذ 26 من الشهر المنصرم بالتقيد بمبادئ وأعراف الحرب، وكذلك عدم الاستمرار في أي من الأعمال التي يمكن أن تفسر بأنها جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وفقا لذلك المحكمة هي منحت لدولة الاحتلال مهلة ل30 يوما بالقيام بسلسلة من الإجراءات التي يمكن أن تحد من وطأة هذا العدوان الإسرائيلي على مدنيين قطاع غزة وعلى كافة السكان في داخل القطاع، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية على نحو كافي إلى كافة مناطق قطاع غزة، وكذلك التوقف عن قصف منازل المدنيين. المحكمة خلال الأيام الماضية بكل تأكيد لاحظت، وبناء على التقارير الحقوقية العديدة التي رفعت لها وكذلك بناء على عدة أوراق قدمتها كملاحق دولة جنوب أفريقيا للمحكمة، بأن هنالك إجراءات مستمرة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي تعتبر بأنها مخالفة إلى كافة الإجراءات التي يفترض أن تقوم بها. وهنالك أيضا عدم التزام من دولة الاحتلال الإسرائيلي بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها المحكمة. وفقا لذلك كان هنالك رصد للاستمرار بعمليات القتل العشوائي وعمليات الإعدام الميدانية بحق الفلسطينيين في القطاع في اليوم الأول من هذه المهلة، وخلال 7 أيام التي تلت 26 من الشهر الماضي بعد هذه المهلة جرى رصد وتوثيق عمليات قتل بحق 1027 فلسطينيا في قطاع غزة، والاستمرار بعدم السماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى كافة مناطق القطاع. لا بل على العكس من ذلك، عدة أيام مضت جرى منع كافة المساعدات الإنسانية وكذلك الطبية من الدخول في قطاع غزة. بمعنى آخر، التصريح الذي صدر عن محكمة العدل الدولية هو إشارة ضمنية إلى عدم التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتدابير الاحترازية، تمهيدا لما يمكن أن يصدر عن هذه المحكمة خلال قادم الأيام بعد انتهاء هذه المهلة من إجراءات أخرى أو قرارات قد تأتي لفرض مزيد من الجدية والملاحقة على دولة الاحتلال الإسرائيلي وهذا الجيش الذي يرتكب جرائم الإبادة الجماعية بحق مدنيين قطاع غزة. طيب، ننتقل إلى الناصرة، ومن هناك سيد خالد خليفة الكاتب والصحفي الفلسطيني. مرحبا بكم أستاذ خالد معنا. أهلا وسهلا. صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن أمريكا تعتزم إرسال أسلحة لكيان الاحتلال على الرغم من سعيها إلى إيقاف إطلاق النار.
كيف تقرأ هذا التذبذب بالموقف الأمريكي؟ يعني هل تريد الوصول إلى السلام فعلا وإيقاف إطلاق النار في غزة؟ الواقع أنه الولايات المتحدة وعدت إسرائيل بتزويدها بمزيد من الأسلحة والذخيرة. لقد بدأت إسرائيل الحرب وكانت وينقصها كميات هائلة من الذخيرة، وبدأت الولايات المتحدة ترسل إلى إسرائيل الكميات التي ضربت العنق الغزاوي، يعني أصابت المدنيين بعشرات الآلاف المدنيين، وكلها بأسلحة أمريكية كانت غير موجودة في المخازن الإسرائيلية. الآن إسرائيل تخطط للهجوم على لبنان أيضا، ولكن في هناك موجود أحدهم جنرالات كان اسمه يائير غولان، قال ينقصنا الأسلحة والذخيرة. الولايات المتحدة تعد إسرائيل بتزويدها بالذخيرة. هناك قرار في الكونغرس بتزويد إسرائيل ب 14 مليار دولار إلى إسرائيل و 80 مليار دولار إلى أوكرانيا. ال 14 مليار دولار هي كلها ذخيرة وأسلحة لإسرائيل. الآن القرار متعطل لأن مجلس النواب منع هذا القرار بخلاف مع بايدن، لأنه مركب من أغلبية جمهورية. منع هذا القرار وبايدن يحاول إقناع مجلس النواب. في مجلس الشيوخ هذا القرار يعني موافق عليه، ولكن هناك يعني الموظفين في وزارة الخارجية وفي مجلس الأمن القومي وفي CIA يحاولون إقناع الإدارة الأمريكية وإقناع مجلس النواب أن يزود إسرائيل بتلك الأسلحة قبل أن يتخذ قرار في الكونغرس، بمعنى يعني أن يزود إسرائيل بقرار استثنائي. هذا ما تحاول به الإدارة الأمريكية أو موظفي الإدارة الأمريكية. هذا ما تفعله. أما بالنسبة لما تفضلت بالنسبة لبايدن وهو يقول يحاول أن يقنع إسرائيل أن لا يعني أن تقف في الحرب أو أن توافق على صفقة لتبادل الأسرى، فهذا نوع من يعني من نوع من الرأي العام أكثر للرأي العام. قضية الأسلحة هي قضية مؤكدة، أمريكا تزود إسرائيل الأسلحة. تزود إسرائيل. بالنسبة لصفقة هي بايدن يعطي الانطباع بأنه يضغط على إسرائيل بأن لا تقوم بالمجازر في رفح. هذا ما نحاول أن نفهمه، هذا ما نحاول أن نعطيه الانطباع إلى الرأي العام العالمي. طيب، إذا انتقلنا إلى سيد جهاد بركات الصحفي الفلسطيني من الضفة الغربية. أستاذ جهاد مرحبا بكم، ماذا يجري في الضفة الغربية؟ ما خطورة هذه العمليات المتسارعة التي تقوم بها قوات الاحتلال بهذه الاقتحامات والانتهاكات المتكررة؟ نعم، هناك تصعيد متواصل في الضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شملت اليوم 20 معتقلا من مناطق متفرقة، إضافة إلى قرابة 20 من العمال الغزيين الذين اضطروا إلى الانتقال إلى الضفة الغربية بعد الحرب على غزة. كانوا يعملون في الأراضي المحتلة عام 48. هذه العمليات تتكرر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. أيضا هناك ضغط على السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، خصوصا في المخيمات الفلسطينية، ونحن نتحدث عن وصول يعني الشهداء إلى منذ 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة سيقارب العدد ربما إلى 400 شهيد. المعتقلين أكثر من 7000 معتقل حتى هذه اللحظة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، بينهم أكثر قرابة 1500 من القدس لوحدها. وبالتالي هناك محاولات للضغط المتواصل على الأهالي في الضفة الغربية المحتلة من أجل بالتأكيد عدة أسباب. أولها هو منع أي حراك في الضفة الغربية مؤثر بشكل حقيقي على الاحتلال ما يتعلق بالحرب على غزة. والأمر الثاني والخطير هو تنفيذ أحلام ومخططات الوزراء المتطرفين الذين عندما تم تشكيل هذه الحكومة الإسرائيلية أعلنوها بشكل واضح لكن لم يكونوا يستطيعوا تنفيذها. وهذا ما لاحظناه خلال الفترة الماضية أو أعلنت عنه على سبيل المثال هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، من أن الوزير سموتريتش يبدأ بتنفيذ
عمليا خطته لانشاء مناطق عازله حول المستوطنات، بدا بالفعل باربع مستوطنات في الضفه الغربيه كما قالت هيئه مقاومه الجدار، تتحدث عن محاوله الضغط على القاعده الشعبيه والحاضنه الجماهيريه للمقاومه خصوصا في مناطق قياده المجموعات المقاومه المسلحه في مخيم جنين، في بتول كريم، في نابلس، وفي العديد من المناطق. وبالتالي هناك محاوله لمسارعه الزمن في تنفيذ كل هذا الامر ومزيد من الضغط على الاهالي في الضفه الغربيه واستغلال الوقت او اكبر ما يمكن استغلاله خلال هذا الوقت من استمرار الحرب الاسرائيليه على قطاع غزه. استاذ عبد اللطيف، بالانتقال الى تصريح محكمه العدل الدوليه، ماذا يترتب على هذا التصريح اليوم مع زيادة الحملة العسكرية وهذه الجرائم المرتكبة وقد تفضل بذكرها السيد جهاد قبل قليل، والتي تصنف على أنها إخلال باتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية من قبل قوات الاحتلال؟ يعني بلا شك استمرار العدوان الهمجي الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي وفي ظل الأعداد المهولة التي نلاحظها في أعداد الشهداء الذين فاقوا قرابة الآن 28500 شهيد وأكثر من 10000 مفقود، 70% منهم من الأطفال والنساء، وكذلك أكثر من 70000 جريح. هذه الأرقام بلا شك يعني تعطينا مؤشر واضح بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تعد ترى في كافة المنظومة الأممية والدولية ولم تعد تحسب لها حسابا، لأن استمرار عمليات القتل كما هو مشاهد لم يكن مسبوقا في التاريخ خلال فترة زمنية وجيزة. بالتالي المعول الآن من المحكمة، محكمة العدل الدولية، لا عبارة عن تصريحات تصدر هنا وهناك، ولكن المنتظر الآن وبعد مضي شهر خلال قادم الأيام على المهلة الممنوحة لدولة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ تدابير احترازية لوقف الإبادة الجماعية وقتل وقصف المدنيين والسماح بالمساعدات الإنسانية، هو اتخاذ خطوات عملية وجادة نحو ملاحقة دولة الاحتلال الإسرائيلي وفرض العقوبات الدولية والأممية عليها. أولى هذه الخطوات يمكن أن تصدر عن محكمة العدل الدولية بعد أيام، والخطوة اللاحقة لها والذي شاهدنا كيف كان هنالك خلال الأيام الماضية عملية رفع لهذه التوصيات عبر الجزائر إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لعملية استصدار قرار لوقف هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني. بالتالي المنتظر الآن من المحكمة هو فرض مزيد من الإجراءات التي تلزم دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها ووقف عمليات القتل بحق الأطفال والنساء والمدنيين، وكذلك لجم هذه الماكنة المستمرة من عمليات الاستيطان المستمر في الضفة الغربية وعمليات قضم المزيد من الأراضي الفلسطينيين الخاصة والعامة، وكذلك كافة الإجراءات الملحقة بها خاصة في المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة. هذا هو المنتظر وهذا هو أقل القليل الذي يمكن أن يصدر خلال قادم الأيام للانتصار للحق والحقوق الفلسطينية. أيضا أستاذ خالد، وكالة رويترز نقلت عن وزير الخارجية الأمريكي أن هناك جهودا عربية لإصلاح السلطة الفلسطينية. في هذا السياق، هل ترى بالفعل أن واشنطن مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية الصيف المقبل، وهل هذا يعني العودة إلى اتفاقية أوسلو؟ بالنسبة فقط أريد الإضافة بالنسبة للولايات المتحدة أن يعني نحاول أن نحلل ما هو الضغوط التي يقوم بها بايدن على نتنياهو بإيقاف الحرب والجريمة على رفح. كل ثلاثة أيام أو كل أسبوع يتصل بنتنياهو ويقول له يجب عليك أن تتوقف، ونتنياهو لا يستمع إليه. يعني نحاول أن نحلل، هل هناك اتفاق أمريكي إسرائيلي بالضغط بمزيد من الضغط على حماس بكل ما يتعلق بالصفقة والموافقة على الإذعان والخنوع، أو أن الرئيس الأمريكي بايدن هو ليس أيزنهاور؟ علينا الاعتراف أنه ليس أيزنهاور، وأنه لا يستطيع الضغط على إسرائيل تماما
كما ضغط ايزنهاور عام 1956 عندما طالب من بريطانيا وفرنسا واسرائيل الخروج الانسحاب المباشر والفوري من سيناء عن حرب سيناء عام 1956. يعني هل بايدن هو ايزنهاور؟ انا اميل للفكره الثانيه ان هنالك اتفاق امريكي اسرائيلي. ولكن انظر ما حدث. يعني حضرتكم تلفزيون وسيله اعلام تهتم بالعالم العربي ولها خبره كبيره. الملك عبد الله زار الولايات المتحده قبل ثلاث ايام. لماذا زار الملك عبد الله زار الولايات المتحده؟ وقبلها كان أنتوني بلينكن زار الاردن 6 مرات خلال الحرب على غزه، 6 مرات. الملك عبد الله يقوم بزياره لواشنطن ويلتقي بالرئيس بايدن وجها لوجه. معناه بما معناه انه لا يثق بالموظفين الامريكيين، لا يثق بأنتوني بلينكن، لا يثق بجاك سوليفان، لا يثق برئيس السي اي اي. يريد التحدث مباشره الى الرئيس. نعم يريد التحدث مباشره. الملك حسين وزوجته رانيا يريد التحدث مباشره مع الرئيس بايدن. يعني وبايدن هو كبير في السن، يقول له انه اسمع، يعني جاءوا الي وانا يعني انا لا 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 من الصعب الاعتماد على السياسه الخارجيه الامريكيه، يقول ان الوضع خطير، ان اسرائيل ما تفعله خطير، انكم تزودون اسرائيل. يمكن ان يكون هذه، انا لا اعرف، انا ليس مقرب من ما يجري في البلاط الاردني، ولكن يمكن ان على عكس مثلا ما يفعله الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي في مصر. ماذا يفعل؟ هو يدعو رئيس الموساد الاسرائيلي ويجتمع به، ولا نعرف بالضبط ماذا يقرون وماذا يقول. هو بالطبع يقول له ان الوضع خطير وانه من عليكم ان لا تقوموا بمذابح ومجازر، ولكن بدون اي نتائج لهذه الآية. كمان سمعنا انه كان هناك اجتماع لقياده الاركان المصريه، ورئيس الاركان المصري قال للسيسي ان الوضع خطير وعلي على مصر ان تتحرك، ولكن لم نسمع في هذا الشأن. هذا بالنسبه للسياسه الامريكيه برايي. نريد يعني تفضل. سأنتقل، اسمح لي بالسؤال إلى الأستاذ جهاد. يعني وزير الأمن القومي للاحتلال بنخفير في تصريح له دعا إلى منع وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك. هل ترى بالفعل أن ما تقوم به قوات الاحتلال سيؤدي إلى الضغط المتصاعد في الضفة الغربية عموما، والذي لم يهدأ أصلا منذ معركة سيف القدس؟ نعم، هو ما يدعو اليه تمار بن خير هو منع اهالي الضفه الغربيه من فئات محدده من الوصول الى المسجد الاقصى في خلال شهر رمضان المقبل، حيث ان الفلسطينيين في الضفه الغربيه هم اصلا ممنوعون من الوصول الى المسجد الاقصى المبارك بشكل عام طوال العام، وجرت العاده خلال الاعوام الماضيه على السماح لفئات منهم فوق 50 عام او 45 عام او حتى 55 عام، كل عام يختلف عن الاخر، من الرجال، النساء، يكون هناك شروط اخرى يمنع من كان اسير ثالث رجال الاحتلال من الوصول، يمنع منهم اقل من هذا العمر، وبالتالي هو لا يريد حتى لهذه الفرصه الصغيره للفلسطينيين في الضفه الغربيه من الوصول الى المسجد الاقصى. هناك تحذيرات من الاوساط الامنيه الاسرائيليه له بان مثل هذا القرار ربما كما هو التعبير لهذه المؤسسات الامنيه حسب تعبيرهم، بانه سيكون بمثابه ضغط واستثاره واستفزاز لفئات هي اصلا هادئه بحسب تعبير تلك الجهات. ولكن على ارض الواقع نحن نتحدث عن الضفه الغربيه، هي الحقيقة وكأنها برميل بارود ينفجر، ربما ينفجر في أي لحظة، وهذا نلحظه من خلال أي اقتحام يحصل لأي شارع أو أي مخيم أو أي نقاط في قرية أو مدينة، حيث يهب الشبان لتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ونلحظه من خلال العديد من العمليات التي تحصل بين الفينة والأخرى، وربما آخرها كانت في كريات ملاهي في الأراضي المحتلة عام 48. بالتالي نحن نتحدث عن جهه اسرائيليه تتمثل بهذا المتصرف وامثاله من
الوزراء وهذا التيار يريدون مزيد من الضغط على الفلسطينيين في المقابل أجهزة الأمن يعني الإسرائيلية هي ترى أن ذلك مدرب للاحتلال الإسرائيلي، ولكنها في المقابل لا تفعل شيء مختلف عما يفعل الإتحاد الكبير أو يطالب به، فهي تواصل الضغط على الفلسطينيين بأشكال مختلفة في الضفة الغربية، ولعل أبرز ما نلحظه وعمليات الهدم المتواصل في مناطق جين، منع البناء فيها، قطع الطرق وحصار كثير من المناطق الفلسطينية، الاعتقالات الواسعة جدا، وبالتالي هم أعتقد أنهم فقط يعني يروجون لمثل هذا التحذير لكثير، وهم في الحقيقة ينفذون أشياء شبيهة بما يدعو إليه، وهذا بالتأكيد سيكون له مردود سلبي على الاحتلال الإسرائيلي، لأن المزيد من الضغط في الضفة الغربية بالتأكيد لن تكون عواقب كما يريد الاحتلال. أستاذ عبد اللطيف، ما أهمية التظاهرات أو المسيرات التي دعي إليها في العديد من دول العالم؟ إلى أي مدى أصبح الرأي العام العالمي غاضبا من مجازر الاحتلال في غزة؟ وهل من الممكن أن يغير شيئا على الأرض؟ بكل تأكيد المظاهرات التي نشاهدها اليوم في عدد من المدن وكذلك العواصم العالمية لها دور بارز في تغيير الرأي العام الدولي من هذا العدوان الإسرائيلي الهمجي الذي يشن على قطاع غزة. كنا نستحضر الأيام الأولى التي تلت 7 أكتوبر وعملية التشويه وكذلك الدعاية الصهيونية التي اجتاحت بلدان العالم أجمع بإعلامها وأيضا بنخبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، جميعها كانت تهاجم الفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية، ولكن مع مضي الأيام واتضاح حجم هذه عمليات القتل الجماعية التي تجري في قطاع غزة بحق الأطفال والنساء والمدنيين وعمليات التدمير الممنهجة لكل شيء داخل قطاع غزة، وبكل تأكيد المظاهرات التي كانت تساند هذا الإعلام وتظهر عمليات السخط الواسعة من استمرار هذا السكوت والصمت الدولي عن عمليات الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون، هؤلاء الشعوب الذين تحركوا تحت وطأة إنسانيتهم والكرامة الإنسانية والحفاظ على ما تبقى منها في ظل موازين القوى المضطربة اليوم في العالم والهيمنة الأمريكية والصهيونية بشكل مطلق على كل شيء، على المنظومة الإعلامية وعلى المنظومة السياسية وكذلك مع الأسف القضائية الدولية، كانت هذه الشوارع التي انتفضت في وجه دولها الداعمة للاحتلال الإسرائيلي من أبرز الأمور التي ساهمت في التغير. كافة الأفكار التي كانت تروج بأن هذا الشعب الفلسطيني هو الإرهابي وهو الذي بادر بهذه الحرب، اليوم هذه الشوارع هي كان لها دور بارز في تغيير الرأي للسياسيين وكذلك البرلمانيين داخل بلدانهم. العديد من الأصوات اليوم في أوروبا خاصة هو ما جرى عليها من تغيير هو بقيمة 180 درجة، كانوا مساندين للاحتلال في بداية العدوان، اليوم باتوا مطالبين له بوقف هذه المجازر ووقف هذه الحرب والسماح بدخول المساعدات الإنسانية. طيب لنتوقف هذه الوقفة القصيرة مشاهدي الكرام مع هذا التقرير المقروء.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعتنا الإخبارية المستمرة بشأن العدوان على غزة. أستاذ عبد اللطيف خضر من إسطنبول مدير المركز أو المرصد الفلسطيني لحقوق الإنسان، ماذا عن الحلفاء الأوروبيين؟ كيف ستتعامل واشنطن معهم وسط تأكيد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ضرورة عدم قيام الاحتلال بعمل عسكري في رفح ومضاعفة الأوضاع؟ أستاذ عبد اللطيف. نعم، يعني هذه التصريحات التي بتنا نشاهدها يوميا وتتكرر من مختلف المسؤولين وكذلك في دول مختلفة وأبرزهم في الاتحاد الأوروبي أيضا، تؤكد بأن ما يجري اليوم من تهديدات إسرائيلية بشن حرب أخرى على مدينة رفح هي توازي مجمل ما تم في الأشهر الأربعة الماضية. اليوم نحن نتحدث عن وجود قرابة 1,500,000 نازح فلسطيني في مدينة رفح لوحدها، 20 إلى 25 كيلومتر مربع تستوعب هذا العدد الهائل من السكان ومن المدنيين وفي معظمهم من الأطفال والنساء. بالتالي الاتحاد الأوروبي ومسؤوليه وكذلك كافة المنصفين في المؤسسات الدولية والأممية يدركون بلا ما لا يترك مجالا للشك بأن أي هجوم عسكري إسرائيلي على مدينة رفح سوف يؤدي إلى مذبحة بحق هؤلاء الأطفال والنساء والمدنيين بشكل كامل. لا وجود لأي مكان آمن اليوم في قطاع غزة، وعمليات الخروج من رفح إلى الأماكن الأخرى هي غير متوفرة وغير ممكنة في حالة الحصار الإسرائيلي المطبق بآلياته وكذلك المسيرات والطيران الحربي الإسرائيلي الذي يقصف كل شيء يتحرك داخل قطاع غزة وفي محيط مدينة ومحافظة رفح. بالتالي التصريحات تأتي من باب وفي سياق الضغط على الإدارة الأمريكية لكي تعمل على وقف إمداد الكيان الإسرائيلي بالسلاح وبالذخائر التي تتكفل فقط له باستمرار هذه العمليات الإسرائيلية واستمرار هذا العدوان، ومن الممكن توسيعه فقط في حالة استمرار هذه الذخائر الأمريكية بأن يكون هنالك هجوم عسكري بري واسع على مدينة رفح. أعتقد بأن ما يحدث أيضا في سياق عمليات التهديد والتهويل الإعلامي في هذا السياق بأنه من باب الضغط على الفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية للضغط عليهم باتجاه أن يلين موقفهم في عمليات المفاوضات الجارية الآن. كما تعلمون خلال الأيام الماضية كان هنالك عدة أوراق جرى تقديمها من خلال الأوروبيين وكذلك القطريين والمصريين في اتفاقية باريس أو ما عرف بملحق باريس، والملاحظات التي وضعتها المقاومة الفلسطينية والتعديلات التي جاءت على هذه الملاحظات. بالتالي يمكن أن يفهم أن عمليات التهديد الإسرائيلية بأننا ذاهبون إلى عملية عسكرية واسعة وبرية واسعة في مدينة رفح من باب الضغط على المقاومة الفلسطينية ولي ذراعها في عملية غير أخلاقية تماما وغير قانونية على المطلق، بأن يكون هنالك ضغط باتجاه قتل المدنيين لكي يكون هنالك نوع من الحصول على تنازلات في المواقف السياسية. أبقى معك أيضا أستاذ عبد اللطيف، ماذا عن الرهائن الصهاينة لدى حماس؟ إلى أي مدى بيتحمل مجلس الحرب الصهيوني المسؤولية عن تهديد سلامتهم؟ العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، المقاومة الفلسطينية بينت وبما لا يكون هنالك أي حل آخر لإطلاق سراح هؤلاء الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية بأن السبيل الوحيد للإفراج عنهم هي عبر عملية تبادل يفرج عنها ومن خلالها كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. بالتالي ما يحدث اليوم من عمليات مماطلة لمجلس الحرب وكذلك مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر في عدم قبول كافة الطروحات التي أوجدت خلال الأيام الماضية لوقف العدوان ووقف العمليات والانسحاب من داخل قطاع غزة وصولا إلى إطلاق سراح المختطفين والأسرى الإسرائيليين داخل القطاع، هم فقط من يتحملون النتائج، والنتائج يعني أظهرتها الأرقام خلال التصريحات الإعلامية المتتالية عن فصائل المقاومة وكذلك عن
كتائب القسام، إلا أن العشرات من هؤلاء الأسرى الإسرائيليين قد فقدوا حياتهم جراء القصف الإسرائيلي وقصف الطيران الإسرائيلي بشكل يعني عشوائي على منازل المدنيين الفلسطينيين، وهو الوحيد فقط الذي يتحمل مسؤولية الاستمرار في فقدانهم لحياتهم. لا يمكن الحديث اليوم عن وجود أي مجال إلى وقف إطلاق النار واسترجاع هؤلاء الأسرى الإسرائيليين دون قبول الطرف الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي بشروط المقاومة الفلسطينية، وفي بدايتها الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خارج حدود قطاع غزة وفتح المعابر وإنهاء هذا الحصار المفروض على القطاع منذ 17 عاما وحتى اليوم لا يزال مستمرا. أيضا أستاذ عبد اللطيف، قبل الانتقال إلى أستاذ خالد، في سؤال أخير، ما قانونية الخطة الإسرائيلية لجلب الصهاينة وتوطينهم حسب ما يشاع في غلاف غزة والضفة؟ يعني ما خطورة هذه الخطوة؟ صحيح، الواقع هناك خطورة كبيرة في هذه الخطة، ولكنني أشك في قدرة إسرائيل أن تقوم بمثل هذه القرارات. اليوم سمعنا رئيس قسم المخابرات العسكرية سابقا الجنرال عموس ياكين ماذا يقترح؟ يقترح أن نسيطر على منطقة رفح ونحاول حسم المعركة في رفح، وبعد حسم المعركة في رفح أن نقيم جدارا ونسمح للغزيين في الدخول والخروج. هكذا يفكرون في إسرائيل، وهذا يعني من الفكر المركزي في إسرائيل وليس من المتطرفين. المتطرفون يفكرون في أبعد من ذلك، كما تفضلت يفكرون في إقامة يعني منطقة جوش كتيف أو كما تسمى جوش كتيف، منطقة المواسي، إقامة يعني مستوطنات غاز كما كان في عام 2002 عندما أخذت تلك المستوطنات. هناك تفكير جدي من قبل بعض قطاعات الحكومة المركزية، الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل. السؤال هو هل يمكن أن تستطيع إسرائيل أن تعمل مثل هذا الشيء؟ لكي تعمل مثل هذا الشيء عليها أن تقوم بحسم المعركة في رفح، وأن تأخذ دعما أمريكيا، وأن تأخذ دعما يعني سكوتا ودعما حتى مصريا وعربيا. أنا أظن أنه من الصعب تحقيق ذلك. انظر كما تفضل الأخ عبد اللطيف قبل ذلك، هم يفكرون ماذا يفكرون؟ يقومون مثلا بمنع السكان الفلسطينيين بالمجيء والصلاة في المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك. يعني التفكير هنالك كمان شيء آخر، منع العمال الفلسطينيين في العمل في إسرائيل. كيف سيعيش العمال الفلسطينيين قريبا؟ كيف هنالك منع 250 ألف عامل فلسطيني من القدوم إلى إسرائيل والعمل، هنالك منعهم من المجيء إلى الأقصى، هنالك مزيد من المستوطنات، وفي نفس الوقت يريدون حسم المعركة في غزة، وفي نفس الوقت يتصل بايدن ويقول لنتنياهو نريد، لا يقول له نريد دولة فلسطينية لأنه لا يملك الجرأة أن يقول لنتنياهو نريد دولة فلسطينية. ماذا يقول نتنياهو؟ نريد حل مشكلة المخطوفين، يعني هكذا ما يقوله بايدن. يعني الآن موجودة إسرائيل في وضع يعني صعب، وهي أي قرارات تقررها يمكن أن يعني تأتي بها إلى أوضاع أصعب مما هي عليه، ولكن هي تريد الاستمرار في حسم المعركة لكي تقول للشعب الإسرائيليين أنها حققت بعض الشيء، وأنها استطاعت يعني سحق حماس وأن أو اغتيال القياديين. يعني هكذا هذا ما تذهب إليه إسرائيل، ولكن يعني الوضع من الصعب أن نرى أنها ستحقق مثل هذه الأهداف التي وضعتها، ولكنها أهداف بعيدة المنال، صعبة المنال. عبد اللطيف هل أنت معنا؟ أستاذ عبد اللطيف؟ نعم. طيب، في ذات السؤال يعني في هذا الإطار، ما قانونية برأيكم هذه الخطة الإسرائيلية لجلب الصهاينة وتوطينهم في غلاف غزة، وما خطورة ذلك؟ يعني بشكل كامل لا قانونية لكل هذا الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المستمر الآن بحكم القوة العسكرية هو غير قانوني. بالتالي كل الإجراءات
وما بني على هذا الباطل هو يعتبر باطل. الحديث اليوم عن عمليات استيطان جديدة في الضفة الغربية وكذلك عودة المستوطنات أيضا إلى بعض المناطق المحيطة في غلاف قطاع غزة، وكذلك بعض المستوطنين والمتطرفين منهم أشاروا أيضا إلى احتمالية أن يكون هنالك إعادة للاستيطان داخل حدود قطاع غزة، مع أن هذا الأمر هو مستبعد، فتكلفة هذا الأمر عليهم سوف يكون باهظ الثمن وباهظ التكلفة، ولن يستطيعوا الصمود أمام الفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية هنالك خاصة في قطاع غزة. ولكن هناك أيضا أمر لا بد من التأكيد عليه. خلال الأربع أشهر الماضية شاهدنا ورصدنا أيضا من خلال عملنا في المرصد الفلسطيني لحقوق الإنسان عمليات ترويج لبناء عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في مختلف أنحاء الضفة الغربية وكذلك داخل أحياء مدينة القدس المحتلة، وأيضا يجري الآن الحديث عن عمليات شرعنة لعشرات البؤر الاستيطانية الحديثة في داخل الضفة الغربية والاعتراف بها كمستوطنات مدنية قائمة وكذلك اعتراف حكومي إسرائيلي كامل بها. بالتالي ما أريد قوله هنا أن الإجراءات الإسرائيلية التي تجري اليوم في مختلف أنحاء فلسطين المحتلة في الضفة وكذلك داخل مدينة القدس المحتلة وفي غلاف قطاع غزة هي استمرار لذات النهج الاستعماري الصهيوني، عمليات سيطرة على مزيد من أو ما تبقى من الأراضي الفلسطينية الخاصة وكذلك العامة، وجلب العديد من المستوطنين لكي يسيطروا على منازل وكذلك ممتلكات الفلسطينيين. كافة هذه الأعمال هي أعمال غير قانونية وغير شرعية، تخالف كل شيء، تخالف الأعراف، تخالف القوانين السماوية والأرضية وكافة القرارات الدولية. بهذا الإطار جاءت مؤكدة بأن الاستيطان والمستوطنات هي غير شرعية ويجب العمل على إزالتها ووقفها. أستاذ عبد اللطيف، سأعود إليك أيضا، ولكن دعنا نذهب إلى مقتطف مباشر قصير من إحدى العواصم الأوروبية لمتابعة المسيرات والتظاهرات التي دعي إليها هذا اليوم. هذه صور مباشرة الآن. Thank you again for marching with us today. Don't forget to join the demonstration tomorrow and the demonstration on next Saturday and next Sunday. Keep showing up for Palestine. Thank you everyone. Guys, I'm so sorry. Update. I forgot that we don't have a demo next Saturday because we are joining forces all together in Skåne and having one big demo on the 25th. So show up on that one. Thank you, everyone. إذن كان هذا جانب المشاهدين الكرام من التظاهرات والمسيرات التي دعي إليها تضامنا مع غزة في عدد من العواصم الأوروبية. أعود إليك مرة أخرى أستاذ عبد اللطيف للتعليق على أهمية هذه التظاهرات في حشد الرأي العام العالمي الغاضب ضد ما يجري من انتهاكات وجرائم في غزة. هذه المظاهرات وكذلك كافة الخطوات الداعمة والمساندة لها في إطار عمليات الملاحقة وكذلك حركات المقاطعة وكذلك تأكيد هذه الشعوب على وجوب عدم التعامل مع كافة الدول وكذلك الشركات الاقتصادية والمنتجات
لكافة الجهات والأطراف التي ترعى عمليات القتل التي تمارس بحق المدنيين والأطفال والنساء الفلسطينيين اليوم هو أمر في غاية الأهمية. اليوم عندما نتحدث عن العشرات من الماركات العالمية والدولية والشركات الكبرى التي باتت تفقد المليارات تحت وطأة هذه المظاهرات التي يشاهدها العالم أجمع في شوارع مدن مختلفة طالبت بوقف هذا الحرب ووقف هذا العدوان، وكذلك شنت العديد من العمليات الإعلامية وكذلك المظاهرات أمام هذه الشركات التي تدعم العمليات القتل التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي. بالتالي هذه المظاهرات مطلوبة ودورها اليوم هو كذلك ملحوظ وملموس في تغيير الرأي العام العالمي وكذلك لبعض الدول والحكومات الغربية في السياق الأول التي كانت ترعى دولة الاحتلال الإسرائيلي وتساندها إن كان سياسيا أو اقتصاديا أو حتى في المحافل الدولية. إذن شكرا لهذه المشاركة من اسطنبول، مدير المرصد الفلسطيني لحقوق الإنسان عبد اللطيف خضر. وأبقى مع سيد جهاد بركات من الضفة الغربية صحفي الفلسطيني. سيد جهاد، دعنا نشاهد هذه التظاهرة أو المسيرة الاحتجاجية من لندن مباشرة ثم أعود إليك. أستاذ خالد، عفوا. نعم، يعني قبل أن نعود إلى المباشر من لندن أريد أن أسألك السؤال نفسه، ما مدى تأثير هذه المسيرات الاحتجاجية في مختلف مدن العالم في الضغط على الحكومات الغربية المساندة لقوات الاحتلال؟ يعني هنالك هذا الضغط الجماهيري ضغط مهم جدا. انظر إلى مثلا بريطانيا، الرئيس البريطاني أو رئيس الوزراء البريطاني سومك في البدء انخرط في الحرب البحر الأحمر، ولكن بعد لم يستطع يعني شرح ماهية تحركاته، وبعدها عين وزير الخارجية كاميرون، ولكن الرأي العام وضعه في الزاوية. هذا أمر مهم. في الولايات المتحدة في جامعة كولومبيا مثلا، أنا تعلمت في جامعة كولومبيا هناك في الولايات المتحدة، الرأي العام هو كان بشكل مؤكد مساند لإسرائيل، ولكن اليوم كل يعني الجامعات، جامعة كولومبيا والجامعات الكبيرة هارفارد وييل وبرينستون كلها يعني الرأي العام انقلب على إسرائيل. الجامعات، الرأي العام، الجمعيات المدنية، المجتمع المدني في العديد من الدول، في فرنسا وضعت كاميرون في الزاوية، في هولندا مثلا ما حدث في هولندا، حكومة مؤيدة لإسرائيل وهي تبيع يعني تبيع قطع غيار لطائرات F-35، ولكن المجتمع المدني هناك في هولندا هاجم الحكومة وطلب من الحكومة أن لا تبيع يعني قطع غيار لهذه الطائرات التي تزودها لإسرائيل. يعني ما هذا التحرك؟ التحرك في العالم العربي ليس قويا جدا، ولكن يمكن أن يكون. مثلا في مصر التحرك ضعيف جدا، يمكن أن الرأي العام المصري هو مؤيد، ولكن النظام يضغط بعكس هذا التحركات. التحرك في السعودية، لا نعرف موقف السعودية، لا نعرف. يقول الرئيس الأمريكي بايدن يستعمل السعودية كورقة، يقول لنتنياهو كل الوقت أنا أريد أن توقع معك اتفاقية تطبيع، ولكن السعودية لا تتكلم، هي تؤكد ما يرده بايدن أنها تريد أن تعطي لإسرائيل هدية. يعني هذا يبدو حاصلا في أغلب النظام الرسمي العربي. يبدو حاصلا هذا في أغلب الأنظمة الرسمية. نعم، حتى في أنظمة الدول الإسلامية هناك رأي عام. صحيح، ولكن هذا الرأي العام مهم. يعني لا، ولكن انظر شيء مهم، لقد بدأت الزيارات للدول الأوروبية في بدء الحرب إلى إسرائيل، أما الآن فإن تلك الزيارات اختفت ولم تعد قائمة. مثلا انظر إلى الرأي العام في الأرجنتين، كان الرأي العام في الأرجنتين هو مؤيد للقضية الفلسطينية، عندما تغير النظام وانتخب
يعني انتخب الرئيس الجديد للأرجنتين بعد أسبوع جاء إلى إسرائيل ليعطي الولاء لإسرائيل. انظر لا نسمع يعني رأي للجالية العربية هناك في الأرجنتين، جاء إلى القدس حتى أن الإسرائيلي لم يعني يستقبلوه في المطار، في مطار الميد لم يستقبلوه. نعم. جاء إلى سيد خالد السفارة. عذرا المقاطعة سأعود إليك، ولكن دعنا ننتقل أيضا مباشرة إلى هذه المسيرات الحاشدة في عدد من مدن العالم، في ألمانيا، بولندا والدنمارك أيضا. في آخر دقيقة ونص أستاذ خالد خليفة، بعد أن شاهدنا هذه الصور المباشرة في بعض مدن العالم، على الرغم من هذا التنديد للحراك الشعبي العالمي بالنظام الرسمي الغربي المساند لقوات الاحتلال، ولكن نجد وزير خارجية الأمريكي مثلا يصرح أن إسرائيل اليوم أصبحت أكثر أمناً وهناك جهود للتطبيع العربي مع كيان الاحتلال. كيف تقرؤون هذه التصريحات في ظل هذا الحراك الشعبي العالمي الغاضب ضد حكومات الغرب؟ أستاذ خالد ليس معنا، إذن شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لمتابعتكم، والسلام عليكم.